قامة الجماهير العربية المتغلبية المتواجدة بالهند لزحف المحدث على سفارتها هذه التي كانت عبارة عن مثل لنظام حكومي، حيث أننا حطمنا النظام الحكومي وأصبح الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، وحيث أن وجود السفارة لا ينسجم مع سلطة الشعب وعصر الجماهير. زحفت هذه الجماهير على السفارة وحولتها إلى مكتب شعبي يدار بواسطة لجنة شعبية. الفاتح عصر الجماهير، الفاتح عصر الجماهير، الفاتح في كل مكان، الفاتح هو العنوان، الفاتح دايم ويدوم، الفاتح سلطة شعبية، فاتح جماهيرية، فاتح سلطة شعبية، فاتح جماهيرية، فاتح سلطة شعبية.